شغالين في ماس 2 مره تايم بي اي 122 ان فيشريز بي اي 126 شابتر 3 كوردينيت اند ستريت لاين الاحداثيات والخط المستقيم. احنا شفنا في الفصل الدراسي الماضي how to solve simultaneous linear equations، كيف نحل معادلتين خطيتين في متغيرين من الدرجة الأولى. كان أحد الحلول اللي احنا قلنا عليهم كان هو الجرافيكال سوليوشن اللي احنا خدناه في المدارس، ارسم الخطين ومجموع حل هو نقطة تقاطع الخطين. أنا برضه مجموع حل نقطة تقاطع الخطين ومجموع حل نقطة تقاطع الخطين. الحل الجبري كان بطريقة الحست أو التعويض أو كرامر. في الفصل ده هو عندي هندرس كيف نكون معادلة الخط المستقيم. الشابتر بتاعنا اسمه كوردينيت اند ستريت لاين. هنبدا الاول بكوردينيت. فور تو بوينتس A اكس 1 اند واي 1 اند B اكس 2 اند واي 2، يعني عندي نقطتين معلومتين، نقطه A هاف ذا كوردينيت اكس 1 اند واي 1، نقطه B هاف ذا كوردينيت اكس 2 اند واي 2. هنجيب مجموعه حاجات. اول حاجه هنجيبها ذا ديستانس اي بي، يعني طول القطعه المستقيمه اي بي، او المسافه بين نقطتين A اند B. ده هيساوي سكوير روت اكس 2 ماينس اكس 1 اول سكوير بلس واي 2 ماينس واي 1 اول سكوير. يعني الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. تاني حاجه نجيبها سلوب اوف ستريت لاين اي بي، يعني ميل الخط المستقيم اي بي، ميل الخط المار نقطتين A و B equal y2 minus y1 over x2 minus x1، اللي هو كان صاد 2 ناقص صاد 1 على س2 ناقص س1. هنجيب كمان the midpoint of segment AB، احداثي نقطة منتصف القطعة المستقيمة AB. احداثي يعني هيطلع زوج مرتب، يعني هيطلع احداثي x وكومة واحداثي y. احداثي x نقطة المنتصف هي x2 بلس اكس 1 اوفر 2، واحداث يو واي نقطه منتصف فيها بينهم منها كوما هي واي 2 بلس واي 1 اوفر 2. دي عباره عن زوج مرتب، هيطلع احداث يا اكس ده عدد واحط كوما ويطلع احداث يا اكس احداث واي ده عدد. هنشوف مساله نطبق عليها القوانين الثلاثه اللي خدناهم. For the two points A 3 and 8 and B negative 5 and 2, find number A slope of the line AB, number B length of segment AB, number C midpoint of the segment AB. كل مرة حسب القانون وعوض واعتبر احداثيات ال A هي 3 and 8 x1 equal 3 y1 equal 8، واحداثيات ال B اللي هي negative 5 and 2 x2 equal negative 5 y2 equal 2. نسبة القانون slope of AB equal y2 minus y1 over x2 minus x1. هنعوض يبقى y2 equal 2 minus y1 equal 8 على x2 equal negative 5 minus x1 اللي هي equal 3 الناتج 3 over 4. نمبر B length of segment AB هو equal القانون بيقول لي square root of x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square. هعوض ال x2 equal 5 minus ال x1 equal 3 all square plus y2 equal 2 وال y1 equal 8 all square. بعد المجمع واخد الجذر التربيعي الناتج عندي equal 10 unit of length، وكتبت unit of length المسألة ما فيهاش وحدات طول عطاها لي.
Number C, the midpoint of three segment EB can be only equal. Order the pair x2 plus x1 over 2 and y2 plus y1 over 2. Can عوض x2 equal to 5, x1 equal 3, but over 2, comma, y2 equal 2, y1 equal 8 over 2. حاسب كل كسر وحده فيطلع عندي الناتج the order of the pair negative 1 and 5. يعني زوج المرتب negative 1 and 5. هندرس دلوقتي equation of a straight line يعني معادلة خط مستقيم. الحالة الأولى given two points A x1 y1 and B x2 and y2. يعني في الحالة الأولى معطى عندي نقطتين. يبقى المعدل على الصورة y minus y1 على x minus x1 equal y2 minus y1 على x2 minus x1. أفكرك انا عندي the slope اللي هو الميل equal y2 minus y1 على x2 minus x1. الحالة الثانية given a point and slope عندي نقطة وميل. لو النقطة عندي هي ax1 y1 والميل هو m يبقى المعدل عندي هيكون y minus y1 على x minus x1 equal m. لاحظ القانون ده جاي من القانون الأول. انا عوضت عن الطرف الكسر في طرف اليمين ب m. طرفين فصلتين يبقى عندي y minus y1 equal m في x minus x1. هتفهم القانون في الصورة الكسرية او في الصورة الخطية زي ما ريحك. Section problem number 1 page 6. For the two points A 3 and 8 and B negative 5 and 2, find the equation of line AB. Let A 3 and 8 equal x1 y1 and B negative 5 and 2 equal x2 and y2. Equation of straight line AB is the قانون y minus y1 على x minus x1 equal y2 minus y1 على x2 minus x1. وحتى اتفقنا دايما في اي مسألة تتبع القانون وتعوض. يبقى عندي y minus y1 equal 8 over x minus x1 هي equal 3 equal y2 اللي هي 2 minus y1 اللي هي 8 over x2 اللي هي negative 5 minus x1 اللي هي 3. هنحسب الكسر على الشمال ده هو هيطلع 3 over 4. Cross multiplication يبقى 3 times x 3x c times negative 3 equal negative 9 وفي طرف يمين عندي 4 times y ب 4y و 4 times negative 8 equal negative 32. Change to zero equation يعني حولها معادلة صفرية خليها كلها على اليمين مع الترتيب. يبقى عندي cx خليها كلها على الشمال مع الترتيب. يبقى عندي cx minus 4y plus 23 equal 0. في الترتيب احط حد الاكس الاول وبعدين حد في y وبعدين يكون الصفر وعلى اليمين في 0. عندنا another solution. انا عارف سلوب هو الميل equal y2 minus y1 على x2 minus x1. هعوض يبقى عندي 2 minus 8 over 5 minus 3 حتى 3 over 4. وهستخدم قانون اللي هو equation of straight line لو عندي ميل ونقطة. هعتبر x1 y1 هي ال a c and 8 اي نقطة اخدهم ال a او ال b هي تبقى x1 y1 واعوض يبقى عندي y minus y1 ب 8 over x minus x1 ب 3 equal the slope اللي هو 3 over 4 وcross multiplication وchange to zero equation. وطبعا لازم يطلع نفس الجواب. Finding slope from the equation of a straight line ايجاد الميل من معادلات الخط المستقيم. For the equation ax plus by plus c equal 0 هنا انا عندي
معادلة خط مستقيم، ونلاحظ ان اكس وواي في طرف واحد، يبقى ام ايكوال اللي هو سلوب الميل نيجاتيف اي اوفر بي، يعني بيساوي الميل سالب معامل اكس على معامل واي. Examples: find the slopes of the following equations. Equation number 1: 3x minus 4y plus 23 equals 0. هنا الشرط متوفر، ال x و y في طرف واحد. نعرف القانون على طول، يبقى m1 equal m1 يعني equal slope of equation 1 equal negative 3 over negative 4. 3 ده coefficient of x، نيجاتيف 4 كوفيشن اوف واي، والنيجاتيف اصلا موجود في القانون. نيجاتيف مع نيجاتيف هيبقى بوزيتيف، يطلع الناتج بوزيتيف 3 اوفر 4. ايكويشن نمبر 2: 4x بلس 7 واي ايكوال 12. برضه الشرط متوفر، الاكس والواي في طرف واحد. يا ام 2 معناها سلوب اوف ذا ايكويشن 2 ايكوال نيجاتيف، دي موجوده في القانون، 4 كوفيشن اوف اكس اوفر 7 كوفيشن اوف واي. النيجاتيف احطها قدام شرط الكس او احطها فوق او احطها تحت ما تفرقش معانا. نمبر 3: 2y equal 5x minus 1. هنا الاكس والواي في طرفين مختلفين، لازم يكونوا في طرف واحد. هنقل 2y الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، تصبح الايكويشن عندي 5x minus 2y minus 1 equal 0. يبقى m3 equal negative الموجود في القانون، 5 هي coefficient of x over negative 2 هي coefficient of y. نضيف مع نضيف هيبقى بوزيتيف، ويبقى الناتج عندي بوزيتيف 5 اوفر 2. سلوب اوف بارل لاينز، ميل الخطوط المتوازيه. اف لاينز ال1 اند ال2 ار بارل، لو عندي خطين مستقيمين ال1 وال2 وكان متوازيان. Then the slope of L1 is equal to the slope of L2. يبقى ميل الخط الاول L1 يساوي ميل الخط الثاني L2. If L1 parallel to L2 then M1 equal M2. The condition of parallelism is M1 equal M2. الشرط التوازي ان M1 equal M2. If L1 intersect L2 then M1 not equal M2. The condition of intersecting of two lines is M1 not equal M2. شرط تقاطع خطين هو M1 not equal M2. Problem: find the equation of the line that passing through the point C and F2 and the parallel to the line 2x minus 3y equal 2. اوجد معادلة خط مستقيم الذي يمر بالنقطة 3 and F2 and parallel ويوازي الخط 2x minus y equal 2. احنا عارفين عشان نكون معادلة الخط المستقيم بيحتاج شرطين، يا اما نقطتين او نقطة وميل. في مسألة هنا عطاني نقطة وعطاني معلومة احسب منها الميل اللي هو اسلوب. ايه المعلومة؟ ان الخط المطلوب parallel للخط المعطى. يبقى عندي ميل الخط المطلوب ده مجهول، هبدا اجيبه من ميل الخط المعطى. عندي القانون بتاع السلوب ان ام ايكوال نيجاتيف اي اوفر بي، يبقى ام 1 يعني ميل الخط المعطى ايكوال نيجاتيف، دي موجوده في القانون، الاي اللي هي كوفيشن اوف اكس ايكوال 2 موجوده عندي في المعادله المعطى، اوفر البي اللي هي كوفيشن اوف واي اللي هي نيجاتيف 3 موجوده في المعادله اللي هو عطاها لي، ده هيساوي 2 اوفر 3. We have line L1 parallel to line L2 then M2 يعني ميل الخط المطلوب يساوي M1 اللي هو ميل الخط المعطى يساوي 2 اوفر 3. اصبح عندي دلوقتي شرطين متوفرين، نقطه هو عطاها لي اللي هي the point 3 and negative 2 and slope M2 اللي انا حسبته اللي هو 2 اوفر 3. هعوض لإيجاد معادلة الخط المستقيم في القانون النقطة والميل، اللي هي y minus y1 على x minus x1 equal m. x1 y1 دي النقطة اللي عطاها لي، m ده سلوب اللي أنا حسبته. يبقى y minus negative 2 اللي هي y1
بتاعت النقطة اللي هو عطاها لي على x minus 3 3 اللي هي x1 بتاعت النقطة اللي هو عطاها لي equal 2 over 3 اللي هو m2 اللي انا حسبته cross multiplication 2 times x equal 2x 2 times x 3 equal x 6 equal 3 times y 3y 3 times minus negative 2 اتنين positive 6 change to 0 equation هنقل 3y ناحية التانية بنيجاتيف وهنقل 6 الناحية التانية بالنيجاتيف يبقى عندي 2x minus 3y minus 12 equal 0 slope of perpendicular or orthogonal lines من خطين متعامدين perpendicular يعني عمود orthogonal برضو يعني عمود الكلمتين بنفس المعنى والكلمتين هيقابلونا في المسائل if two lines L1 and L2 are perpendicular or orthogonal then the slope L2 is equal to negative multiplicative inverse of L1 يبقى ميل الخط L2 اللي هو عمود على L1 يساوي سالب النظير الضربي لميل الخط L1 if L1 perpendicular to L2 then M2 equal negative 1 over M1 يعني عميل العمود يساوي سالب واحد عميل الخط المعطى اللي هو النظير الضربي ليه يعني اجيبه اجيب ميل العمود ميل الخط المعطى غير اشاره واقلب الكسر يبقى شرط التعامل هو m1 multiply m2 equal negative 1 the condition of perpendicular is m1 multiply m2 equal negative 1 example find the slope of line perpendicular to اقول ميل العمود على الخط التالي وعندي ثلاث مسائل number 1 2x plus 3y minus 17 equal 0 انا عايز ميل العمود على هذا الخط فلازم الاول اجيب ميل الخط يبقى عندي m1 equal negative coefficient of x اللي هو 2 over coefficient of y اللي هو 3 زين M2 اللي هو ميل العمود الكسر طلع ده غير اشارته واقلبه في بوزيتيف 3 اوفر 2 يبقى ميل العمود على هذا الخط هيبقى 3 اوفر 2 نمبر 2 3x minus 5y equal negative 28 ميل هذا الخط M1 بيساوي negative 3 اللي هي coefficient of x over coefficient of y اللي هو negative 5 equal 3 over 5 يبقى ميل العمود اللي هسميه M2 اغير اشارة 3 over 5 واقلبها يبقى negative 5 over 3 number 3 5x equal 9y minus 11 لازم x و y يكونوا في الطرف واحد يبقى هنقل y الناحية التانية تبقى المعادلة عندي 5x minus 9y equal negative 11 ميل هذا الخط M1 بيساوي negative 5 اللي هي coefficient of x over negative 9 اللي هي coefficient of y ده equal 5 over 9 يبقى ميل العمود هو M2 هغير اشارة العدد ده واقلبه يبقى negative 9 over 5 find the equation with the straight line passing through the point 1 and negative 1 and the circle to the line 3x plus y minus 1 الخط الأحمر ده الخط المطلوب أول شرط فيه هيمر بالنقطة اللي هي 1 ونيجاتيف 1 الشرط الثاني اللي هو عمودي على الخط اللي معادلته 3x plus y minus 1 equal 0 مطلوب مني أوجد معادلة الخط الأحمر هي شرطين بيمر بالنقطة 1 ونيجاتيف 1 وعمود الخط الازرق اللي هو معادلته 3x plus y minus 1 equal 0 لازم الاول اجيب slope of the given line ميل الخط المعطى
يبقى عندي قانون بيقول لي ان سلوب ايكوال نيجاتيف اي اوفر بي، يبقى ام 1 هو ميل الخط المعطى ايكوال نيجاتيف 3 سلوب اوف ذا اورثوجونال ميل عمودي، يبقى ام 2 هجيبه من ام 1 اغير شوط ام 1 واقلب العدد، يبقى عندي بوزيتيف 1 اوفر 3. اصبح دلوقتي عندي سلوب اوف ريكوايرد لاين ميل الخط المطلوب هو 1 على 3 ويمر بنقطه 1 على نيف 1. اكون الايكويشن ذا كويشن اوف ذا اورثوجونال يعني معادله العمودي واي ماينس واي 1 على اكس 1 اكس 1 ايكوال ام، واحنا متفقين عشان اكون معادله لازم عندي شرطين، هنا عندي نقطه اللي هي 1 على نيف 1 وعندي سلوب انا حسبته اللي هو 1 اوفر 3. هنعوض، يبقى واي ماينس واي 1 هي نيف 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 اللي هي 1 ايكوال ام اللي هو 1 اوفر 3 اللي احنا حسبناه. كروس مولتيبيكيشن سي تايمز 1 تايمز اكس ايكوال اكس 1 تايمز نيف 1 ايكوال نيف 1 ايكوال 3 تايمز واي 3 واي و 3 تايمز ماينس نيف 1 ايكوال بوزيتيف 3. تشينج تو زيرو ايكويشن يبقى اكس ماينس 3 واي ماينس 4 ايكوال 0. طبعا نقلت 3 واي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف ونقلت بوزيتيف 3 الناحيه الثانيه بقى نيجاتيف 3 وجمعته مع نيجاتيف 1 الناتج نيجاتيف 4. المسألة اللي بعد كده find the equation of the straight line passes by the origin اللي هي نص الأصل اللي هي 0 at 0 and perpendicular to the line passes through the points A 2 and 1 and B 0 and 3. الشرط الثاني هو عمود على الخط يحمر من نقطتين A و B، ادي الخط المطلوب وادي the origin 0 and 0 بيمر بيها، ادي point A هي 2 and 1 واجي البوينت بي هي 0 and 3. ادي الخط الازرق ده هو الخط بيمر بنقطتين A و B، الخط الاحمر المطلوب ده عمودي على الخط الازرق ده، المطلوب ايجاد معادلة الخط الاحمر.
نحفظ ان A 2 and 1 اللي هي x1 and y1 و B اللي هي 0 and 3 اللي هي x2 y2. The slope of the line AB y2 minus y1 على x2 minus x1 ده القانون بتاع السلوب. هعوض يبقى m1 equal 3 minus 1 على 0 minus 2 equal negative 1. اجي m1 عايزين نجيب بقى m2 من العمودي من the slope of perpendicular to AB m2 equal 1. غيرنا اشارة m1 وقلبناه ال1 متقلب هيبقى 1 بقى مين الخط من المطلوب هو equal 1. The equation with the line passes by 0 and 0 at the short and has a slope 1 the short الثاني بيمر بنقطة 0 0 والسلوب بتاعه 1. دي المعادلة بمعلومية نقطة وميل يبقى y minus y1 على x minus x1 equal m. هنعوض y minus 0 على x minus 0 equal 1 with multiplication x equal y. Change to 0 equation x minus y equal 0. Find the equation of the straight line passes the intersection point between the two lines x minus y plus 3 equals 0 and the line 2x plus y minus 3 equals 0 and the parallel to the line 3y minus x plus 1 equals 0. هنا ما عطانيش الشرطين مباشرة. الشرط الأول عطيه معلومة أجيبه. إيه هو؟ إن الخط المطلوب هيمر بنقطة قطع الخطين دول مطلوبين بالأحمر. ده الشرط الأول. الشرط الثاني الخط المطلوب بارلل تو للخط سي واي ماينس إكس بلس 1. أنا هحاول الشرطين. طيب. أعدل الخط الأول أهو وأعطاهولي. وأعدل الخط الثاني أهو. المطلوب مني أجيب نقطة قطع طبعًا. وده الخط الخط المطلوب هيوازيه اللي هو سي واي ماينس إكس بلس 1. الخط الاحمر ده الخط المطلوب. الخط الاحمر ده بيمر نقطة تقاطع الخطين بالازرق دول ويوازي الخط الاخضر. مطلوب مني اجيب نقطة تقاطع بتاع الخطين الزق الازرق واجيب ميل الاخضر وبتقدر اجيب ميل الخط الاحمر. To find the point of intersection solve the two equation by eliminating method. احل معادلتين مع بعض بطريقة الحذف. ادي المعادلتين اهم. عشان احل بطريقة الحذف اخلي الاكس واي في طرف والكونستنت في طرف الثاني يبقى اكس ماينس واي ايكوال نيجاتيف 3. نقلت 3 في المعادله الاولى بالاحمر نقلتها الناحيه الثانيه بنلف. المعادله الثانيه 2 اكس بلس واي ايكوال 3 نفس الشيء. المعادله الثانيه بالاحمر نقلت نيجاتيف 3 الناحيه الثانيه بقى بوزيتيف. لما اجمع واي دي المعادله الاولى والمعادله الثانيه لما هنجمع نيجاتيف واي هتحذف مع بوزيتيف واي ونرجع عندي اكس بلس 2 x equal 3x equal negative 3 plus 3 equal 0. 3x equal 0 يبقى x equal 0. ده x coordinate of point of intersection. عايز اجيب y coordinates. Substitute in equation 1 هعوض في معادله 1 x equal 0. معادله 1 اللي هي x minus y equal negative 3. نعوض يبقى 0 ده y اللي هي x minus y equal negative 3 يبقى y equal positive 3. يعني نيجاتيف واي ايكوال نيجاتيف 3 يبقى بوزيتيف واي ايكوال بوزيتيف 3. يبقى نقطة التقاطع هي 0 اند 3. ادي حاجة جبناها. نستخدم سلوب. ذا سلوب اوف ذا لاين الاخضر ده 3 واي ماينس اكس بلس 1 ايكوال 0. الام ايكوال نيجاتيف كوفيشن اوف اكس اللي هو هيبقى نيجاتيف نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 اوفر كوفيشن اوف واي اللي هو 3. يبقى ام 1 ايكوال 1 اوفر 3. ده ميل الخط الاخضر يبقى ميل الخط الاحمر بيوازيه. بس سلوب اوف ذا باري لاين ام 2 بتساوي 1 اوفر 3 لان ام 2 ايكوال ام 1 لانهم خطين متوازيين. يبقى ذا ايكويشن از ذا قانون واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 ايكوال ام. اكس 1 واي 1 هي النقطه 0 اند 3 والام جبناه 1 اوفر 3. يبقى واي ماينس واي 1 هي 3 على اكس ماينس اكس 1 هي 0 equal slope اللي هو 1 over 3 cross multiplication. يبقى عندي x minus 0 equal 3y minus 9. change to 0 equation x minus 3y plus 9 equal 0.
find the equation of the line perpendicular to x minus y plus 1 equals 0. ده الشرط الأول. الخط مطلوب عمودي على الخط معادلته x minus y plus 1 equals 0. And passes by the intersection point between the two lines. ويمر بنقطة تقاطع خطين y equal x and معادلة الخط الثاني 2x minus y plus 3 equal 0. ادي الخط ومعادلته x minus y plus 1 equal 0. وادي الخط العمودي عليه، ده الخط المطلوب اهو عمودي عليه. والخط ده المطلوب ده هيمر بنقطة تقاطع خطين، الخط الأول 2x minus y plus 3 equal 0، والخط الثاني اللي هو y equal x. يبقى الخط الأحمر ده عليه شرطين، عمودي على الخط الأخضر ويمر نقطة تقاطع خطين هما باللون الأزرق دول. To find the point of intersection, solve the two equation by substitution methods. يجي نقطة تقاطع احل بطريقة التعويض. طيب انا عندي معادلة 2 2x minus y plus 3 equals 0. Equation 1 y equal x. هعوض عن y في equation 1 واشيل y في equation 2 واحط y equal x. Equation 2 اصبحت 2x minus شلنا ال y وحطينا مكانها x minus x plus 3 equals 0. يبقى عندي x plus 3 equals 0. يبقى عندي x equal negative 3. دي احداثي x نقطة التقاطع. عايز اجيب احداثي y لنقطة التقاطع. هعوض في equation 1. Substitution in equation 1 y equal negative 3. يبقى the point of intersection is negative 3 and negative 3. يبقى نقطة التقاطع خطين هي negative 3 و negative 3. نقطة التقاطع دي هي النقطة اللي هيمر بيها الخط الأحمر. عندي شرط تاني، الخط الأحمر ده عمودي على الخط اللي هو x minus y plus 1 equals 0 باللون الأخضر. يبقى سلوب اوف ذا جيفن لاين يبقى ميل الخط اللي هو عطاهولي اللي هو بالأخضر ده m equal negative e over b. يبقى m1 equal negative 1 على negative 1 equal positive 1. يبقى m2 equal negative 1 over 1 over m1. يبقى m2 ميل عمودي بقلب m1 غير اشارته، m1 ب1 غير اشارته يبقى negative 1 مقلوب ال1 هو. هنكمل بقيه المساله في الناحيه الثانيه. دلوقتي هنوجد equation of the line passes through negative 3 and negative 3 نقطه التقاطع اللي جبناها. and has a slope m2 equal negative 1 اللي احنا برضه حسبناه. نعوض في القانون y minus y1 على x minus x1 equal m. يبقى y minus negative 3 على x minus negative 3 equal negative 1. يبقى عندي y plus 3 على x plus 3 equal negative 1. Cross multiplication. يبقى y plus 3 equal negative x minus 3. Rearrange the equation. اعد تشكيل المعادلة. يبقى عندي x plus y plus 6 equal 0. انتهى كده المسألة. أنا عندي حل آخر لحل المعادلتين سيمتاني يصلي بطريقة الحذف. هرص المعادلتين مع بعض. يبقى 2x minus y equal negative 3 تحتها x minus y equal 0. بطرح معادلة 2 من 1 يبقى عندي 2x minus x equal x. negative y plus positive y equal 0. negative 3 minus 0 equal negative 3. يبقى x equal negative 3. بالتعويض في 2 هعوض في معادلة 2. يعني x equal negative 3 يبقى عندي negative 3 minus y equal 0 يبقى y equal negative 3. The distance between a point x1 y1 and a straight line ax plus by plus c equal 0. يعني المسافة بين نقطة ومستقيم أو طول عمود الساقط من نقطة إلى مستقيم. distance رمزها d distance equal absolute value. خطين دول معناها القيمة المطلقة. وعنيها fraction النموذج بتاعه
كس بص بتاعه ax1 plus b1 plus c. كتبنا معادلة خط مستقيم اللي هي في الصورة الصفرية، مكان الـ x حطينا x1 بتاعة البوينت، ومكان الـ y حطينا الـ y1 بتاعة البوينت. في الديمينيتور عندي سكوير روت اوف a سكوير بلس b سكوير، a سكوير اللي هي كوفيشن اوف x وb سكوير هي كوفيشن اوف y. ابسولوت فاليو دي خدناها، القيمة المطلقة خدناها ان المسافة دائما تكون موجبة، مفيش مسافة سالبة، عشان كده حطينا ابسولوت فاليو. Find the intersection point between the two lines 2y minus x equal 1 and y minus x equal 0. Then find the distance between this point and the line cx minus 2y equal 2. يعني أوجد نقطة تقاطع الخطين دول، بنوجد المسافة من نقطة تقاطع إلى الخط cx minus 2y equal 2. خط أهو، وأجي معادلته، ده الخط الأول 2x minus y equal 1، الخط الثاني هو y minus x equal 0. مطلوب ايجاد نقطه التقاطع بتاع الخطين دول، وبعدين هوجد المسافه من نقطه التقاطع للخط الاخضر اللي هو معادلته cx minus 2y equal 2، مسافه يعني طول العمود من نقطه التقاطع الى الخط الاخضر. To find the point of intersection هنحل معادلتين دول مع بعض simultaneously بطرح 2 من 1، يبقى عندي 2y minus y equal 1، substitute in 2 او في 2 يبقى 1 minus x equal 0 يبقى x equal 1، يبقى نقطة التقاطع هي 1 and 1، the point of intersection is 1 and 1. هنكمل بقية الحل في السلايد الثاني. هنكتب فوق المسألة the distance between the point 1 and 1 اللي احنا جبناها and the line cx minus 2y minus 2 equal 0. ده قانون الديستنس بيشترط المعادله تكون محطوطه في الصوره الصفريه، وهي جايه ازاي؟ انا هكتب المعادله دي كلها، ومكان الاكس هكتب x بتاعت النقطه اللي هي 1، ومكان الواي هكتب الواي بتاعت النقطه اللي هي برضه 1. يبقى الديستنس equal 3 times x1 equal 1، وبعدين plus 2 times minus 2 times y1 اللي هي equal 1 minus 2 over square root a square اللي equal 3 يبقى c square plus b square اللي b عندي بنجلف 2 يبقى نجلف 2 all square. by calculation هيطلع نلغي عندي 0.277 unit of length، ما سيبهاش جزء تربيعي لازم احسبه، وكاتب unit of length لان وحدات الطول هنا مش معروفة عندي في المسألة. The angle between two lines L1 and L2. طالما في angle between the two lines معناها two lines intersecting at a point. If theta is the angle between two lines L1 and L2 and M1 and M2 are their slopes. يبقى عندي خطين متقاطعين من الخط الاول M1 ومن الخط الثاني M2. عايز اجيب بقى الانجل ثيتا بين الخطين، تان ثيتا بتساوي ابسولوت فاليو اوف M1 بلس M2 على 1 بلس M1 ملتبلاي M2، واخدنا ابسولوت فاليو عشان تطلع تاني موجبه تبقى الزاويه الحاده، ان اي خطين متقاطعين هتقاطعوا يا اما زاويه حاده يا اما زاويه منفرجه، وزي المفاجاه بتبقى مكمله الزاويه الحاده. Any two intersecting lines make an angle acute and its complement is obtuse angle. بعد كده هنجيب الزاويه ثيتا بتساوي شيفت تان للانسر اللي طلع. Find the angle between the two lines cx minus y plus 2 equal 0 and y minus x plus 3 equal 0. M1 slope of line 1 which is line cx minus y plus 2 equal 0 equal negative, coefficient of x which is 3,
over coefficient of y, which is negative 1. M1 equals c. Slope of the line 2, which is y minus x plus 3 equals 0. M2 equal negative coefficient of x, which is negative 1, over coefficient of y, which is 1, equal 1. M2 equal 1. Tan theta equal absolute value m1 minus m2 على 1 plus m1 multiply m2. By substitute, tan theta equal 3, m1 equal 3, minus m2 equal 1, over 1 plus m1 equal 3, multiply m2 equal 1. The answer equal half. Theta shift tan half equal 26 degree 63 minutes and 54 seconds. آخر مسألة عندنا. Show that the two lines y plus x minus 3 equal 0 and y minus x plus 1 equal 0 intersect orthogonally. يعني اثبت الخطين دول متقاطعين على التعامد. يعني الزاوية بينهم 90 درجة. يعني خطين متعامدين. Then ده المطلوب التاني. Find the intersection points and the angle in between. مطلوب كمان اوجه نقطة التقاطع واوجه الزاوية بينهم. يعني مطلوب ثلاث حاجات. اثبت الخطين المتقاطعين على التعامد. وبعدين احسب نقطة التقاطع واوجه الزاوية بين الخطين. طيب عشان اثبت انهم متعامدين هجيب M1 من الخط الأول وبيساوي نيجاتيف معامل X على معامل Y هيساوي نيجاتيف 1 على 1 هيساوي نيجاتيف 1 و M2 برضه إيكوال نيجاتيف A أوفر B هيساوي نيجاتيف ماينس 1 أوفر 1 هيديني بوزيتيف 1. عشان تكون خطين متعامدين لازم M1 ملتبلاي M2 إيكوال نيجاتيف 1. طب هنعوض M1 إيكوال نيجاتيف 1 و M2 equal 1 البرودكت equal negative 1 يعني معنى كده M1 multiply M2 equal negative 1 then the two lines are intersected orthogonally. يبقى انا اثبت انهم متعامدين عن طريق البحث عن شرط التعامد اللي هو M1 times M2 equal negative 1 ضربت M1 في M2 طلع الجواب فعلا الناتج negative 1 يبقى كده خطين متعامدين. To find the point of intersection solve the two equations simultaneously عشان اوجد نقطة تقاطع احل معادلتين مع بعض بطريقة الحذف او التعويض او كرامر. ادي المعادلتين مع الترتيب y plus x equal positive 3 طبعا انا نقلت 90 الناحية التانية في المعادلة الأولى y minus x equal negative 1 ونقلت ال positive 1 الناحية التانية بقت negative 1 في المعادلة التانية وهعمل هنا اهو هنجمع يبقى انا بستعمل طريقة الحذف مع الجمع هلاقي positive x هتروح مع نيجاتيف اكس y بلس y ايكوال 2y وبص 3 ماينس 1 ايكوال 2 يبقى 2y ايكوال 2 اذا او زين y ايكوال بوزيتيف 1 ادي y عايزين x اعوض فيها معادله سواء 1 او 2 سبستيوت ان ايكويشن 1 في ايكويشن 1 هنعوض عن y ايكوال 1 يبقى y 1 بلس x ايكوال 3 حل المعادله دي يبقى x equal 3 minus 1 لأن 1 ناحية التانية بنلف يبقى x equal 2 يبقى نقطة التقاطع عندي ال x ب 2 وال y ب 1 the point of intersection is 2 and 1. للثاني بقى أوجد الأنجل بينهم بقول the two lines are orthogonal خطين متعامدين so the angle between them is 90 degree. أنا هنا ما استعملتش القانون بتاع أنجل بين زاويتين أنا أثبت إنهم متعامدين يبقى الزاوية بينهم 90 درجة وخلاص مسألة كده.